وسط هتافات التكبير والتلويح بالأيادي الفلسطينية المتشابكة وشعور عارم بالفرحة والإنجاز والعزة والكرامة، اكتسح باحات المدينة المقدسة بل أرجاء المعمورة. أعاد الفلسطينيون افتتاح مصلى ومبنى باب الرحمة، وهو أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بعد إغلاقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2003. جاء ذلك على الرغم من مضايقات الاحتلال التي تمخض عنها سلسلة اعتقالات واعتداءات جسدية ولفظية على المرابطين والمرابطات، بحيث لم يثنيهم ذلك عن مواصلة الدرب الذي يقطن آخره سلام وأمان بعيدا عن أنفاس المحتلين. إننا هنا باقون، إننا هنا متجذرون، عليها وجدنا ومنها سنبعث تارة أخرى، عبارة وسمت على جبين الفلسطيني صاحب الكلمة المنون والفعل المصون. أحمد قنا لوكالة خبر فلسطين المحتلة.